موضوع الهرم ده غريب قوي يا جماعه. فعلا ايه اللي بيوجد تحت الاهرامات؟ سبحان الله العظيم. ايه رايك يا ابو فارس؟ السلام عليكم الاول. استنى يا عم يا بتاع مرحبا بكم، انت استنى، عايزين نعرف ايه قصه الهرم دي. احنا عايشين في الهرم بقالنا كتير قوي يا ابو فارس. ايه قصه الهرم دي؟ الهرم ده حاجة ملهاش مثيل. ده هرم وابو الهول وبتاع وحاجات غريبة ونقعد نزور. انا وانا صغير رحت يا حمص الهرم، ام الله يرحمها خدتني انا واخواتي يا حمص. خلاص انا قلت اسمك وانت طالع معانا، يعني كمل عادي عادي، ده احنا بنتكلم عن الهرم. رحت خد بالك انا اصلا مش مصدق انا بقول لك اول مرة وشي في بلاستيك. والله اول مرة رحت الهرم يا حمص وشي في بلاستيك مش ظاهر. اول مرة رحت الهرم مش ظاهر. اول مره رحت الهرم حمص كنت عيل صغير، ام الله يرحمها خدتني انا واخواتي وبتاع، عارف انت بقى الفسيخ والرنجه والمشي وكنا بنروح نزيط وانا اتنطط على الحجاره. جيت بقى ايه اما كنت شاب بقى. طلعت مرتين والنبي على فكره جاحد. على فكره انا ما عرفتش اجيب اخره بصراحه، انا طلعت لحد التلتين كده وبقيت ببص ورايا الاقي نفسي ايه مزغلل رايح. يا حمص كنت ارجع تاني اهو حياه ربنا. لكن عارف بقى كنت امي رحمه بقى كانت تاخدنا ونروح. جيت بقى اما بقيت شاب رحت بقى ورحت داخل الهرم من جوه، قطعت تذكره ساعتها ب5 جنيه، الكلام ده من زمان تسعينات. ودخلت الهرم من جوه ودخلت الحجره اللي بيقولوا عليها حجره الدفن، عاملينها زي الحوض كده غريب ما تعرفش بقى بيقول لك ده تبع موميا ولا ده تبع ايه. بس هو عامه ما طلعوش منها مومياوات يا حمص، الهرم ده ما طلعوش منه مومياوات. لا لسه سره ومحدش عارف. بيقولوا عليه ان هو مصل الصواعق. انت عارف الموضوع ده؟ طب انت عارف ان في 98 هرم في مصر؟ في حاجات مختفيه وفي اهرامات ما لسه مكتشفين كمان الاهرامات الجديده اللي لسه مكتشفينها. سمعت الحوار ده حمص؟ بستخبى كتير تحت الارض. ربنا يهدي العاصي. بس حمص عايز يقول لك ربنا يهدي العاصي. لا ده في حمص عايزين نتكلم عن الهرم يا حمص، احنا من الهرم وعايشين فيه بقالنا سنين. نتكلم احنا عايزين ينفع زميلي نبقى في وسط ننفع نبقى في وسط الهرم والهول وملهول واخت الهول وما احناش عارفين حاجه عن النيل السود طبعا. احنا في وسط بلدنا كلها قاعدين بنتفرج عليها في التلفزيون يا صاحبي. وكتاب الله ما بهرج ده الموضوع يعني يحزق. والله يا ابو فارس الراجل حزين ويائس، الموضوع يحزق. ده حاجه مش حلو. طب وبعدين عايزين نعرف اكتر عن الهرم. احنا لو رحنا الهرم هناك ما احنا ما نلاقيش حد يقول لنا حاجه، يعني برضه هنعرف عن طريق التلفزيون. سبحان الله الحقيقه. بس تخيل ان زمان ان ابو الهول دوت كان تحت رجليه النيل كان بيتحرك، كان في فرع صغير. تخيل كان في فرع وبيقول لك الفرع ده علشان خاطر يخش في التجاويف بتاعته اللي تحت الارض، لان تحت ابو الهول والاهرامات في انفاق. انت عارف الحوار ده؟ انا استغربت برضه ايه حكايه الانفاق دي؟ اتاري ان الانفاق ديت كلها عباره عن مجاري الميه و و و و وبتسمح بمرور الميه تحتيه، لان هو موجود في مكان استراتيجي غريب قوي ابو فارس. يعني بيقول لك المكان بتاعه فيه طاقه كهرومغناطيسيه بتدور تحتيه. المكان ده كان اصلا كان بحر. اصلا كان بحر قبل ما يبقى اهرامات؟ لا امال هو في قمه عاليه. هو عارف انت في قمه عاليه ماستري اوف ذا سفينكس دي اللي هي مصر القديمه، اللي هي الاهراء اللي هي العصر الفراعنه اللي هو السفنكس. جماعه دول عمالين يدوروا وينقبوا واحنا هنا يا اخويا في مصر ما احناش عارفين حاجه. والنبي يا اخويا ده احنا جنبيه جعران حتى. وبص ولا جعران ولا فسيكه اتفرج عليه. والراجل ده جه عمل عندنا هنا بلاوي سودة وقعد يدور في البوميوات ويدور تحت الاهرامات وخرب الدنيا. وفي الاخر خالص يا اخويا
ما اعرفش ايه اللي حصل، ما عرفوش برضه يوصل. اه ده بقى اسمه ايه؟ وكان تاريخه بقى كبير، قعد بقى ابو الهول ده بيقول لك ورا ودنه هنا في مكان مزلاج يفتح النفق اللي تحت الهرم وتحت ابو الهول وبتاع. بيقول لك ابو الهول ده مبني قبل ما يتبني الهرم مش عارف ب 10,000 سنه ولا ايه، يعني معنى كده ان هو موجود قبل الاهرامات دي ما تتبني. يعني في حوار هنا بيحصل، يعني الناس دي جم لقوا ابو الهول مبني راحوا بانيين جنبه اهرامات. طب هما بقى اللي بنى ابو الهول اصلا بقى لما جه يبني ابو الهول بنى ليه ايه؟ يعني عشان يحافظ على الحته دي مثلا؟ ممكن تكون علامه، دي علامه مثلا للبوابه؟ اه ده اللي كانوا عاملينه سنه 95 لو تفتكر، لما كان ايام زاهي حواس فاكر ابو فارس وقعدوا يجيبوا جهاز ويدخلوه، قال لك الغرفه ديت هتدخلنا على غرفه تانية، لقوا حيطه ومش كده حيطه، لقوا مقبضين نحاس، ما هم فتحوا اهم، لقوا قصاد الهوايات دي باب صغير زي ده تاني وعليه مقبض نحاس. تخيل نحاس جوه الهرم، ما حدش حتى فاهم هم حجاره الكوارتز اللي تحت الهرم دي ليه، والتيارات الكهرومغناطيسيه اللي بتدور حواليه دي. شويه يقولوا ان مصر صواعق عشان كده بيختزن الكهرباء جواه. بيقول لك زمان كانت مصر القديمه دي كلها منوره، مش مصر القديمه اللي هي انا ديت السبع كنايس، مصر القديمه اللي هي الفرعونيه. بيقول لك من مصر الفرعونيه دي حمص كانت زمان كان فيها كهرباء. اهو جايب لك الهرم من جوه، بص الهرم من جوه اللي دي كده على فكره يعني كلها تكهنات، لان مفيش ده جهاز اهو اللي استخدموه سنه 95. بحث جوه الهرم يا عم، وقف بحث ليه؟ ما تفهمونا يا جدعان. بس هو كان في درسه في الثمانينات يا حمص، جت يا حمص كانت بتصلي في الهرم دي، اتكلم عنها مصطفى محمود. انت عارف كده ابو فارس؟ بعثه كانت مش بعثه، بيقول لك ان دول كانوا زوار للهرم لكن هم المان، لكن دول كانوا مش زوار، كانوا حجاج للهرم، كانوا بيجوا يحجوا كل سنه. فدخلوا الهرم في طقوسهم ديت، بيقول لك اختفوا وما ظهروش لحد النهارده. الناس ديت انتقلت بقى لبعد زمني تاني، كما قيل ان دي بوابه في حوار، وان ابو الهول يتبني في الحته ديت معنى كده ان الهرم ده اتبنى علشان خاطر يحمي حاجه، والحاجه ديت ما يدخلهاش الا اللي فاهم جوه الهرم هو رايح فين. اتاري ان هو متصل بكوكب اسمه الشعره، وبيقول لك ان في وقت بتتقابل فيه الحلقات الزمنيه والاتصال بيكون مباشر، فبيقدر البني ادمين اللي بيروحوا في وقت الحج بتاعهم ان هم ينتقلوا من البوابه دي. تخيل يا حمص، تخيل ابو فارس، والله يقول لك بوابه زمنيه وبتاع. بيقول لك ان دي بوابه من ضمن ست ابواب، لان عندك كمان في مثلث برمودا، عارف مثلث برمودا اللي في المحيط الهادي اللي كل اللي بيروحوا ما بيرجعش؟ بيقول لك اكتشفوا بالاقمار الصناعيه ان في هرم زجاجي، هرم من الازاز تحت، ودي برضو بوابه تانية. واحد مش فاهم ايه الحكايه بتاعت البوابات ديت. بس بقى الهرم ده شوف جنبنا عايشين بقالنا كام سنه جنبه، الهرم ده اهو النيل كان ماشي جنبه زمان، النيل كان ماشي جنبه زمان. دي بقى في بوابه ثالثه بقى في منطقه 51، دي البوابه الثالثه. بس دي بوابه ايه؟ مش زي بوابات الهرم دي انت بتنزل لها للبوابات. وفي بقى بوابه رابعه احنا ما نعرفش عنها حاجه، عارف دي فين؟ في الكهوف اللي موجوده في فلسطين. عارف فلسطين؟ في اهو ده تأثير الكوارتز للمدى الكهرومغناطيسي اللي بيطلع، ان هو ناقل كويس ليه، ان هو بيسبب تنقل الكهرباء، او فيه مش كهرباء هي الطاقة الكهرومغناطيسية. فالموضوع غريب، يعني موضوع البوابات ده يعني اتكلم عنه ابن خلدون واتكلم عنه ناس كتير قديمة، بس دي الحاجة الوحيدة اللي كانوا معتمينها. وعلى خط الاستواء في الكره الارضيه، تخيل ان في كل جنب من الاوجه الاربعه في اثر لحد البرازيل فيها اهرامات هناك. تخيل الموضوع، امريكا الجنوبيه فيها اهرامات، الموضوع خطير. ده بقى حجر رشيد اللي اترجم عليه النصوص الفرعونيه الابجديه الفرعونيه للغتين تانيين غير الفرعونيه، فاهمني؟ اللي هي حجر رشيد اللي اكتشفه نابليون بونابرت ابن المرة، قصدي الله يرحمه الله يرحمه. ما هو بقى ده واحد من ضمن الناس اللي كانت عارفه طريق المهمه، اللي هو اللي اكتشفوه في عصره
ده كان عايز النصوص دي علشان يترجم بيها ابواب الهرم، فاهمني؟ النصوص، وهو قدر ان هو يوصل للرماديين دول ويعمل معاهم. الرماديين دول اللي هم سكان الاراضين الثانيه. ايوه انا عايز اعرف بقى دلوقتي مين اللي كتب الرموز دي على الحجر. الرموز دي واحد من الفراعنه اللي في اخر العصور الفرعونيه، كان في العصر الروماني، كتب البتاع دوت وخفاه. واللي لقاه، مش اللي لقاه، اللي بحث عنه ولقاه كان ادولف هتلر، فاهمني؟ كان نابليون بونابرت يا ربي. و و و و و و و وهتلر جه بعديه كمان وقعد يدور. نابليون بونابرت كان عايز لما قرا النصوص دي وترجم وعرف ان الهرم ده بوابه، راح عشان يدمر ابو الهول والهرم، وراح بالمدفعيه عشان يدمره. ده دي حقيقه. هو مش كان بيشيل اثار بلادنا ورموزنا زي ما كانوا هما بيضحكوا علينا في السنه ويقولوا لنا؟ لا يا حاج، ده الموضوع كبير قوي. ده كان بيهد البوابه الزمنيه ديت. بس دي بوابه زمنيه اللي في الهرم دي، ده بجد هي دي بوابه بتعدينا الارض تانيه من الاراضين السته، وكل ارض من دول ليه ودي طلع ليها معاد. وعلى حسب اهو، على حسب الاتصال الجيد بيها بالكواكب السياره اللي هم عاملين لها تعامد من بناها اصلا، ودول اللي بيتعاملوا على البوابه. والبوابه ديت في القاع تحت اللي هو الحوض، المكان اللي تحت اللي بيقولوا عليه خور في الدفن، هي دي البوابه. بس هي ليها مواعيد بتتفتح فيها، فاهم حاجه؟ على فكره والله ده انا كنت زمان فاكر ان دي خيال. بص، اللي باين لك ان هم راحوا للاراضين السته وجابوا منها تكنولوجيا. دي طيارات اهي، الطيارات طياره هليكوبتر اهي. الحاجات دي اترسمت في نصوص فرعونيه، غواصات اترسمت في نصوص فرعونيه. طب انتوا عرفتوا الكلام ده منين؟ الا اذا كنتوا اتحدتوا في بوابات زمنيه فعلا، فاهم حاجه؟ الموضوع قنبله نوويه، حاجات كتيره قوي قوي هم هرسنها. انتوا وصلتوا منين يا فرعنا للكلام ده؟ الموضوع خطير. هو حوار الاطباق الطايره اللي كل شويه يلاقوها في، يقول لك في امريكا المنطقه 51 هي دي بوابه. خلي بالك في كذا بوابه في الارض، مش بوابه واحده. وطلع ان في كمان في تجويف، دي البوابه العظمى بقى، اللي هو التجويف اللي موجود فين؟ في القطب الشمالي. وفي هناك ناس لقت في الجزء المتجمد، لقوا ان في ورود اركيدا طالعه بحجم كبير جدا جدا من جوه، من اخر الـ 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 الارض للجزء المتجمد. فبيقول لك ان في هناك مدخل، والمدخل ده اللي عرف طريقه مين بقى؟ هتلر لما مات تلتين جيشه في التلج، هتلر الروسي، وعمل معاهم اللي هو ادولف هتلر، وعمل اتفاق هو كمان معاهم علشان يقدر يجيب منهم التكنولوجيا زي ما الفراعنه جابوا. انت مستوعب الحوار ده؟ واللي دلوقتي بيقال ان هو اللي تم عليه الاتفاق، الراجل بتاع روسيا، عارف بوتين؟ ما بيقول لك ان دوت مش بني ادم اصلا، بيقول لك ان دوت من الشخصيات اللي ادولف استدعاها، وهو كده اللي رئيس روسيا دلوقتي، وهو اللي قادر يحكم العالم كله بالوضع ده. فبيقول لك ان الناس اللي تحت دي بينهم حروب بيني، ونقلوا الحروب دي بيننا هنا عن طريق ان هم اتحكموا فينا. والله دي الناس الوحشه اللي جابوهم من البوابات. والله بص، هي كل دي قصص، بس نعرف منين ان القصص دي حقيقه ولا خيال؟ الموضوع صعب قوي، موضوع صعب جدا. احنا بنحاول نفهم، والناس دي عماله تكتشف في اثار، تكتشف في نيله، وبس الهرم لغزه ما بيتغيرش. الهرم ده بوابه، ممر يا ابو فارس. ايه رايك يا ابو فارس ناخد العده ايه رايك يا حمص نلم العده يا زميلي ونركب على هرم ونشوف ده حته تانيه، بعد تاني نمشي منه. يمكن يابا يمكن نروح هناك نقول لهم بقى ايه، ابو فارس كهربائي يابا رقم واحد وراجل صحي ممتاز، يعمل لهم تعمل لهم هناك كوردينيشنات، نعلمهم بقى الجماعه اللي هم اللي في الاراضي الباقيه دي. يمكن ما نلاقيش عندهم مثلا سباكين، هم عارفين كل حاجه. يمكن ما نلاقيش عندهم سباكين نعمل لهم سباك، ما نلاقيش عندهم نقاشه يا حمص، نبدا نعمل لهم نقاشه هناك، الجماعه اللي هم اللي في الابعاد الثانيه، صح؟ وانا اخد لهم معايا من هنا العده والصاروخ، وفاهم، واخد نباتات وبذور عشان نزرعها. تعالوا نمشي ونسيب البعد ده يا جماعه، ايه رايكم؟ نمشي. ايه رايك ابو فارس؟ عايزين نمشي ونسيب البعد ده يا ريس. على مطروح. على مطروح. الله يبارك لك. ايه رايك يا حمص نسيب البعد ده ونروح فين؟ برضه مطروح. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، سيبنا بقى من القصص الهلس دي، ولا هرم ولا مساعد، احنا نطلع على مطروح. ويقول لك اصل في كهربا واصل في بتاع، يا عم مطروح فيها بحر.
ولا بيقول لك اصل لقوا بتاعت رشيد ولا بتاعت دمياط ولا حجر ام ترتر. هي بقى عندنا حجر حجر ايه؟ عندنا حجر جهنم. ايوه عندنا حجر جهنم. والله يا جماعه يعني تابعونا واحنا ان شاء الله باذن الله نجيب لكم كل حاجه جديده، بس بعد ما نخلص مطروح علشان نقدر نتكلم عن الابعاد من اول وجديد ونعرفكم القصه بتاعت الاراضين السته وايه القصه ديت وهم على فكره ذكروا في القران علشان برضو ما نبعدش بعيد، بس بقى الحلقه الجايه نكون قاعدين رايقين كده ونعرف نتكلم. سلام يا جماعه، ونشوفكم برضو مع حمص وابو فارس وهنجمع الدنيا كلها، واحتمال كمان نبقى الموضوع كبير. احنا عايزين نعرف حكايه احنا من الهرم يابا وقاعدين في الهرم وعايزين نعرف قصه الهرم ايه. احنا ما ينفعش يابا بعمرنا كله رايح في الهرم والناس دي تيجي تتعلم علينا. بص يا حمص قاعدين يطلعوا يقول لك حجر رشيد وحجر ام دمياط وحجر ابو زلوق. لا ابو فارس، ابو فارس ما ينفعش اللي بيحصل ده. بص النصوص القديمه واحنا قاعدين في الهرم ما نعرفش حاجه. ما ينفعش يا حاج، لازم ننجز القصه دي باسرع ما يمكن. تابعونا يا جماعه بعد ما نفك حجر رشيد ودمياط دوت، نفك رموزه وهنقول لكم الموضوع هيمشي ازاي ان شاء الله. سلام.